طب ولا المهري قال: لا أعرف شاعرا إلا المتنبي. وأبو علاء المهري كمان شيء مدهش. في طبعا في الجاهلية امرؤ القيس، امرؤ القيس. امرؤ القيس، نعم ماذا امرؤ تحفظ القيس، لامرؤ القيس؟ امرؤ القيس ليس كثيرا، ولكن أتذكر أنه: كيف نبكي من ذكر حبيب ومنزله. وأبيات لا أتذكر بالكامل، ولكن أنا أخذت هذا كرمز لكتابي في آيا صوفيا. بالنسبة لنا المسيحيين، هذا الشعر: كيف نبكي من ذكر حبيب ومنزله، لأنه الكنيسة تحولت إلى مسجد الجامع. وأنا الآن على اختتام تأليف كتاب مونوغرافي بهذا الخصوص، ودائما أقول: كيف نبكي من ذكر حبيب ومنزله. ولكن بالروسي ربما سنترجمه إلى اللغة العربية.